بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع. الحديث الأول عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب جامع. أورد فيه المصنف 9 أحاديث، أولها حديث أبي قتادة الحارث ابن ربيعة رضي الله عنه الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الباب من جملة أبواب كتاب الصلاة، وفيه أحكام الصلاة ومسائلها، ما مر معنا جملة أو جملة كبيرة في هذا الموضوع، وبقي أيضا أبواب نأتي عليها إن شاء الله إن مد الله في العمر. وهذا الباب الجامع أورد فيه المصنف هذه الأحاديث التي لا تدخل تحت، بمعنى أن المسائل فيه مفرقة لا تدخل تحت باب. فمثلا باب السابق، باب الطمأنينة، باب المر بين المصلي، باب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم أو ترك الجهر بالبسملة إلى آخره، بمعنى أن لها مسائل محددة. هنا الشيخ يعني حشد هذه الأحاديث 9 ورأى أنها، بينما لو جعل لكل يعني حديث باب بعينه لكان الأمر فيه سعة، لكنه رأى أنها حديثا واحدا لا يعقد له باب. وعلى كل حال هذا مش يعني اصطلاح، والاصطلاح لا مشاحة فيه، غير أن الشيخ عبد الله البسام رحمه الله حينما شرح الكتاب في كتاب تيسير العلام جعل لكل حديث بابا، وجمع حديثين متعلقة بالإبراد بالحر جعلهما تحت باب واحد، وهكذا. فممكن أن يوضع لكل حديث باب، ولا كل حال الأمر في هذا واسع. فالشيخ رأى أنه لا يعقد لكل حديث بابا، ولهذا أدخلها كلها تحت ما سماه باب جامع. وهذا شأن المصنفين، شأن المصنفين إذا يعني بقيت مسائل لا تدخل تحت باب بعينه، سواء كانت في الأحاديث أو في الفقه أو في غيرها، يقول باب جامع.
يحشد فيها المسائل المتفرقة التي لا تدخل تحت باب بعينه. وهنا قال باب جامع. فهذا حديث أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا يتعلق بما سماه الفقهاء تحية المسجد. طبعا اسم تحية المسجد هذه لم ترد في السنة، إن الفقهاء هم رحمهم الله هم الذين رأوا أن هذا يتعلق بالمسجد، وأن هذه أن هاتين الركعتين هما تحية للمسجد. ولهذا لو أن الإنسان أو دخل وصلى ركعتين أو حتى صلى الفريضة كفى. لو دخل وصلى فريضة الظهر مثلا في المسجد أو العصر أو كافي، أو دخل وصلى الراتبة، دخل وصلى راتبة الفجر مثلا في المسجد كافي، يصدق عليه أنه لم يجز حتى إلا وقد صلى ركعتين. ولهذا تسميته تحية المسجد قد تحتاج إلى تأمل، لأن المقصود هو أنه لا يجز حتى يصلي إذا أراد أن يجز طبعا. ولهذا قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، بمعنى إذا أراد الجلوس لا يجلس. أما إذا دخل ولم يجلس ولم يصلي لا إشكال. لو مرض أنه دخل مثلا ووقف يلقي كلمة وألقى محاضرة مدة ساعة ساعتين ولم يجلس ما في إشكال. أو مر يتفقد المجلس المسجد مثلا، قد يكون يعني إما من الوجهاء والأثرياء يريد أن يقدم خدمة للمسجد ودخل مثلا يتفقد التكييف، يتفقد الكهرباء، يتفقد الفرش المسجد، وجلس أطال وهو واقف وهو يتجول في المسجد يتفقد ما يتفقده مما يريد مثلا أن يقدمه خدمة المسجد ثم خرج لا إشكال. ما لا يقال له لماذا لم يصلي، لأن الصلاة لمن أراد أن يجلس، من أراد أن يجلس لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما من لم يجلس أو حتى مر مرورا لا يصلي. وإن كان السنة والصلاة طيبة ولا يقال عن أنه أن الإنسان يزهد في الصلاة، لا، إن المقصود فهم دلالة الحديث، المقصود هو هنا تقرير دلالة الحديث، لا أن الإنسان أن نقول لا تصلوا، لا، الإنسان يصلي أحسن، لكن لو أنه كما قلنا مر لغرض وأطال الوقوف في المسجد أو أطال التجول في المسجد من أجل هذا الغرض الذي جاء من أجله ثم خرج ولم يصلي لا إشكال فيه ولا ينكر عليه لأنه لم يجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، يعني إذا أراد أن يجلس لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكما قلنا هذه هو اللي يسميها الفقهاء تحية المسجد. والجماهير العلماء يكاد يكون إجماع أنها ليست واجبة، أنها ليست واجبة، بمعنى لو جلس ولم يصلي لم يفعل شيئا ممنوعا، انما السنه ان يصلي ركعتين، لكن لو لم يصلي ما في اشكال، يعني بمعنى لم يرتكب منهيا عنه ولم يرتكب امرا محظورا. هذا على كما قلت يكاد يكون اجماع بين اهل العلم، وان كان خالف نسيب الخلاف في هذه الظاهريه وانهم يقولون بوجوبها، لكن ابن حزم نص على أنها ليست واجبة. ابن حزم الظاهري وهو إمام الظاهرية وهو يعني رافع لوائها لم يذكر أنها واجبة كما ذكر صاحب الفتح، قال أنه لم يقل أنها واجبة. فالمقصود أنه
إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى عندنا مسائل في هذا الباب، منها إذا دخل وقت النهي، إذا دخل وقت النهي هل يصلي أو لا يصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو المفتوح، إذا دخل أحدكم المسجد كأنه يقول في أي وقت. وأوقات النهي كما تعلمون من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها غيد رمح، هذا كله وقت منهي عن الصلاة فيه، وكذلك أيضا من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس هذا أيضا لا يصلى فيه، هذا وقت نهي. وفي أوقات قصيرة طبعا مثل إذا قام قائم الظهيرة وأيضا العصر وقتان ضرورة إلى آخره المقصود، وكذلك الشمس إذا في غروب طلوع الشمس طلعت حتى ترتفق إذا رمح، وهي خمسة في المجموع وهي ثلاثة في المختصر. المقصود الوقت الطويل هو من الفجر إلى طلوع الشمس ومن العصر إلى غروبها، هذا هو وقت المنهي. لكنه لو دخل المسجد في وقت النهي، هنا جاء أو جرى خلاف أهل العلم، لأن النبي لأن عندنا توجيهان من النبي صلى الله عليه وسلم، الأول أنه يقول إذا دخل أحد فلا يجلس حتى يصلي، والثاني أن النبي نهى عن الصلاة في أوقات النهي، فمن هنا كان خلاف أهل العلم في هذا قويا جدا. والتوسط في هذا أن يقال إذا كانت من ذوات الأسباب أن يصلي، إذا كانت من ذوات الأسباب، وجعلوا تحية المسجد من ذوات الأسباب، جعلوها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب مثل ركعة الطواف، صلاة الجنازة، وهنا تحية المسجد، قالوا هذه ذوات أسباب تصلى في وقت النهي. أما السنة المطلقة لا تصلى في وقت النهي. أيضا ذكر الشارح دقيق رحمه الله أيضا أثر مسألة، وهو أنه لو صلى سنة الراتبة في بيته وخاصة راتب الفجر ركعتان صلىها في بيته ثم جاء مسجد هل يصلي؟ لا، الظاهر لا يصلي، لأنه الوقت ليس وقت نهي، يعني لأن الوقت النهي يكون بعد دخولي بعد صلاة الفجر. لاحظوا أيضا نوضح هذا، وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وليس بعد دخول وقت الفجر أو دخول وقت العصر. بمعنى الفجر الآن في مكة هذه الأيام يدخل تقريبا الساعة الرابعة وإحدى عشرة دقيقة، وإحدى عشرة دقيقة لو أن الإنسان لم يصلي إلا بعد نصف ساعة، يعني أربعة ونصف ولا خمسة ولا ربع أو حتى خمسة لا زال الوقت معه، فالوقت من أربعة وحدة دقيقة إلى الساعة الخامسة هذا ليس وقت نهي، لأن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر، إذا صليت الفجر دخل وقت النهي. فلو أنك لم تصلي إلا بعد دخول الوقت بنصف ساعة، هذا نصف الساعة هذه ليست وقت نهي، تصلي الراتبة، تصلي ما شئت، من شئت تصلي نافلة، فوقت النهي يبدأ بعد الصلاة العصر مثلا. الآن في تقريبا في مكة هو الثالثة وأربعين دقيقة واحد وأربعين دقيقة العصر هذه الأيام، فلو أنك لم تصلي إلا الرابع ونصف أو حتى الخامسة الربع أو الخامسة لازال الوقت مفتوحا، ف
فمن الثالثة وأربعين وواحد وأربعين دقيقة إلى الخامسة وأنت لم تصلي لا يسمى وقت نهي. وقت النهي حينما تصلي، إذا صليت العصر بدأ وقت النهي في حقك إلى غروب الشمس. إذن هذا ينبغي أن يفهم أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة العصر وليس بعد دخول وقت صلاة العصر. كذا قلنا أنه لو دخل المسجد مجتازا مرورا أو دخل ولم يجلس كما قلنا غرض يتفقد المسجد ثم خرج هذا لا يصلي، يعني إن لم يصلي لا حرج عليه ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس لأنه لم يجلس. أيضا المسجد هنا المقصود المساجد، لكن العلماء ذكروا أن المسجد الحرام له حكم آخر، وهو أن قالوا إن تحيته الطواف، وهذا محل نظر على كل حال، لأن المسجد هو العادة أن الإنسان إذا جاء، بمعنى خاصة إذا جاء محرم، الغادة إذا جاء محرما فإنه يبدأ بالطواف، لكن لو جاء غير محرم ولم يرغب أن يطوف إما لأنه متعب أو لأن الوقت ضيق ستقام الصلاة قريبا أو زحام أو أن من الزحام سيكون وقت الطواف طويلا، فإن هذا يصلي لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى في الحرم مسجد الحرام لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولهذا بعض في قوله إذا دخل أحدكم المسجد قالوا إن المسجد الحرام لا يدخل، لا كما قلنا الصحيح أنه يعني المسجد الحرام كغيره، وإن كان لا شك طبعا الإنسان غالبا يبدأ بالطواف وبخاصة إذا كان محرما بعمرة أو بحج، أما إذا كان غير محرم ولم يرغب أن يطوف أو لم يتمكن أن يطوف أو ضاق عليه الوقت أو نحو ذلك فإنه يصلي ركعتين ولا حرج. والأمر الثاني لو تأملنا أنه حتى لما دخل المسجد وهو محرم لم يجلس حتى صرق، لأنه بعد ما يطوف يصلي ركعتين ركعتا الطواف. فالمقصود أنه حتى في الحرم لم يجلس حتى صلى ركعتين، لأنه كان الطواف في جلوس، الطواف كما تعلمون هو مشي. كذلك أيضا إذا كان الإنسان كثرة تردده على المسجد مثل الخادم المسجد أو المؤذن أو حتى الإمام إذا كان كثير دخوله المسجد لا 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 يلزمه في كل مرة أن إذا دخل أنه يصلي، لا، من كثر تردده على المسجد لأنه خادم المسجد أو موظف، أحيانا المسجد يكون في أكثر من موظف أو أكثر من عامل ويتردد، فهذا لا يلزمه، قد يصلي الدخول الأول ثم بعده لا 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 يعني ليس داخلا في هذا الحديث. نعم. الحديث الثاني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه بالصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، ثم قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث فيه أحكام كثيرة. أولا أنه كان الكلام أثناء الصلاة مأذونا فيه، بمعنى كان الأول إذا كان محتاج أن يتكلم يكلم من بجانبه كان له ذلك ولم ينهوا عن الكلام، ولهذا قال
كنا نتكلم في الصلاة. طبعا نتكلم غالبا المقصود الكلام المحتاج إليه وليس كلاما فيه انشغال كبير، لا، الغالب أن المقصود هو إذا الكلام الذي نحتاج، قد يسأله عن أمر مهم أو عن شأن البيت أو عن شيء كذا أو عن أمر كان بينه وبينه فيه ترتيب ونحو ذلك، فكان مثل هذا الكلام ما أمذنا فيه. وإذا قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو على جانبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، ونزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. القنوت له عدة معاني. القنوت بمعنى الطاعة، إن إبراهيم كان أمة قانتا يعني مطيعا، فالقنوت هي بمعنى الطاعة، وبمعنى الإقرار بالعبودية، الإقرار بالعبودية بمعنى أنه وهو بمعنى الطاعة، أن الطاعة هي الخضوع والالتزام والاستكانة لله عز وجل. وأيضا معنى الخضوع القنوت، أما هو قانت أنا الليل ساجدا، بمعنى مديم الطاعة، مديم في فيها في 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 معنى الخضوع، وأيضا مع الدعاء. ولهذا القنوت، دعاء القنوت بمعنى أنه دعاء، وأيضا بمعنى القيام، طول القيام، أيضا طول القيام يسمى قنوت، وأيضا السكوت. فإذا هذه كلها معنى، والحقيقة تدور حول معنى الاستكانة والهدوء والخضوع والاستسلام وطول لزوم التعبد، كلها يؤديها معنى القنوت. والمراد هنا السكون أو السكوت، القنوت السكون أو السكوت، الذي في الحديث هنا قانتين يعني ساكنين وساكتين. ولهذا قال كنا نتكلم، فلما قال قانتين أمرنا بالسكوت. إذن تفسير القنوت هنا فسره الصحابي بقوله وفعله، بمعنى أنه بمعنى السكوت، فمقابل الكلام القنوت بمعنى السكوت. وأيضا هذا يدل على يعني الصيغة هذا كما قال في علا وصول، هذه أيضا من أساليب النسخ، وقد تكون من أقوى الدلالة على النسخ، حينما يقول الصحابي أمرنا ونهينا، بمعنى كنا نتكلم فنسخ وأمرنا بالسكوت، فهذه صيغة تدل على النسخ، وهي من أقوى الدلالة على النسخ، بخلاف الأحيان بعض النسخ يصير بالاجتهاد، يعني إما تنظر في التاريخ وتنظر إلى آخره، لكن هذا لا، التصريح، تصريح من الصحابي أنه كان الكلام مؤذنا به ثم نسخ ومنعنا من الكلام وأمرنا بالسكوت. لا شك طبعا أنه هنا كما قلنا القنوت بمعنى السكوت. أما قوله ونهينا عن الكلام، الألف واللام ما يبدو أنها للجنس، هذه للعهد، بمعنى الكلام الذي كنا نتكلم به، لكن لا ينهى عن 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 جنس الكلام. لماذا؟ لأن أحياناً الكلام المحتاج إليه ولو كان في الصلاة لا مانع منه، اللي سمعوا العلماء الكلام لمصلحتها، الكلام لمصلحة الصلاة. مثلاً لو أنك تصلي وأعمى مرة من عندك
وأمامه عمود وحفرة، لا مانع تنبهه وأنت تصلي، تقول له خذ يمين خذ يسار، لا مانع وأنت تصلي. فهذا تنبه من تخشى عليه أن يقع في مكروه أو في هلكة أو نحو ذلك، تنبهه ولو كنت في الصلاة. فهذا الكلام ليس منهيا عنه. ومن هنا قلنا أن الألف واللام ليست للجنس، ليس الكلام كله، إنما لا الكلام المعهود الذي هو لا حاجة إليه. وأيضا كما تعلمون في قصة ذي اليدين، ذي اليدين مر معنا الحديث طبعا، حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رباعية وسلم عن ركعتين، سلم عن ركعتين ثم قام إلى خشب أو سارية وشبك بين صعبيك المغضب وخرج سرعان الناس، فقام ذو اليدين رجل ذو بيده طول، قال يا رسول الله أقصر الصلاة أم نسيت؟ إذن هذا كلام. وفي القوم أبو بكر عمر هاب أن يكلمه فرد عليهم سألهم، قالوا نعم أنت هو قرص ما قصرت ولا نسيت. فسأل أبو بكر عمر ومن حوله من عدة القوم قالوا نعم، فقام وأكمل مع أن تكلموا ذو اليدين، تكلم أبو بكر، تكلم عمر، تكلم وقد يكون تكلم غيرهما، وتكلم تردوا في الكلام، هذا كلام في مصلحته وفي داخله وليس ممنوعا. إذن هذا كلام لم، وقد يكون أيضا قد يكون سرعان الناس رجعوا، والسرعان أكيد لما خرجوا الناس من الصلاة يكلم بعضهم بعضا، سرعان هؤلاء قد يكون في بعضهم عادة سمع المسجد جيران المسجد يتكلمون، فلما رأوا أن الرسول أكمل رجعوا كملوا. فهذا الكلام ما أبطل الصلاة، هذا الكلام ما أبطل الصلاة، لأن الأصل فيه أنه لمصلحتها، أنه لمصلحتها. المقصود هو أن نقول أن الألف واللام ليست لجنس الكلام، إنما لا الألف واللام للعهد، بمعنى الكلام المعهود الذي كانوا يعتدونه مما ليس من مصلحته الصلاة. كذلك أيضا حينما طبعا كل الفقهاء وهو صحيح أن الأصل في الكلام أنه الذي ليس لمصلحتها أنه مبطل الصلاة، الكلام الذي ليس لمصلحتها مبطل، لكن ما هو ضابط الكلام؟ ما هو ضابط الكلام؟ في المذهب عندنا عند الشافعية أنه إذا كان حرفتين، إذا كان حرفان، إذا صدر منه حرفين وإن لم يكن مفيدان وإن لم يكن مفيدين فإنه عندهم تبطل، حتى لو قال أح، قالوا أح همزة وحاء، وصحيح لا، أن المبطل هو الكلام المفيد وإن كان من كلمتين مثل يد، يد كلمتين، فم كلمتين، فما إذا كان كلام مفيدا وليس المصلحة نعم يبطل، أما مجرد الأح ولا وحتى ذكروا لو بكى من خشية الله وصدر منه أنين أو صدر منه يعني ما 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 يبين شيئا من الحروف أو نحو ذلك، فهذا لا 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 يضر، أو حتى يكح مثلا أو تنحنح، بل النبي تنحنح النبي في صلاته، يقول علي رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فتنحنح، يعني النبي يعني يشعره أنه يصلي، قد يكون استأذن أو وهو لم ير النبي يصلي فتكلم فقال، بمعنى يشعره أنه في صلاة. وأيضا قالوا في صلاة الكسوف نفخ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فالنفخ مثلا والنحنحة واللي يحتاج إليها والكح، إذا كح هذا كله ليس كلاما، وإن كان فيه حروف
فهو ليس من الشيء الممنوع، إن الممنوع كلام مفيد وإن كان من حرف عينك كما قلنا كيد وفم إلى آخره، وليس من مصلحة الصلاة. هذا هو الكلام، أو هذا هو الضابط الكلام المنهي عنه في الصلاة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.